يقول أحسن الله إليكم: ما حكم قول بعضهم أنا متوكل على الله ثم عليك؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد عند أهل السنة أن ما كان من قبيل التعبدات القلبية المحضة لا يجوز أن تصرف شيء من شعبها صغرت أو كبرت لغير الله عز وجل. فالتوكل هو من تلك العبادات القلبية المحضة، ليس شيء من شعب التوكل يكون فطرة أو أن يكون له يعني مجال آخر، وإنما كل توكل فهو تعبد. فكبير التوكل تعبد، وصغير التوكل تعبد، فكل التعبد من أوله عفوا فكل التوكل من أوله إلى آخره يوصف بأنه تعبد، فهو تعبد قلبي محض. وما كان من قبيل التعبدات القلبية المحضة فإنه لا يجوز أن يصرف منه شيء لغير الله عز وجل. وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يقول توكلت على الله وعليك، ولا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك، حتى وإن جاء بثم فإنها لا تشفع له. إلا أن كثيرا من الناس يقصدون بقوله توكلت على الله ثم عليك يعني عليك يعني من باب الوكالة، أي وكلتك في هذا الأمر. فنقول حتى وإن كان ذلك مقصودهم فلا بد أن يعبروا عن هذا المقصود الصحيح بعبارة لا تتضمن مخالفة عقدية. فلا يجوز للإنسان أن يقول توكلت على الله وعليك، ولا يجوز له أن يقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة قلبية محضة. والقاعدة تقول التعبدات القلبية المحضة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله عز وجل. فإن قلت والخوف، فنقول إن الخوف وإن كان تعبدا قلبيا لكن ليس محضا، فإن من الخوف ما يكون طبيعيا جبليا فطريا، كخوف الإنسان من النار، كخوف الإنسان من اللصوص، كخوف الإنسان من الظلمة، فهذا خوف طبيعي جبلي، لكن ليس هناك توكل طبيعي جبلي. أفهمتم هذا؟ فإذا التوكل عبادة قلبية محضة، من أوله إلى آخره تعبد، ليس من شعبه ولا من جزئياته شيء يخرج عن كونه تعبدا. فكل تعبد قلبي محض فلا يصرف في أي جزء من أجزائه لغير الله عز وجل، والله أعلم.